لا المجمع العربي فيه الصراحة وريد سي. كان في واحد المدير حقها عبد الله القرني. بس الفاشلة صراحة، وشو؟ أقول في أسواق فاشلة بشدة، كثير كثير كثير، خاصة الجدال اللي سوى فتحات صغيرة زي هيفا والفلامينغو. نوش نوش، أنت من زمان في جدة؟ طيب تذكرين أيامة الأيسلند؟ شنو؟ أيسلند. أيوة تذكرين كيف كانت يعني العالم زحمة عليها، ما تقدرين تدخلين، وإذا دخلتين يبقالك تروحين من قبل العصر، يلا من بدري. أيوة الحين تروحي يتمنوا يمكن يستقبلوك بالورود. صار خايس ما عاد فيه. أيوة سلطان مول اندمر كثير كثير كثير. أيوة أيسلندي اللي في الماء ايه، لا ايسلند قريب السلام، الشارع الامير سلطان. ايه قريب السلام، قريب السلام. على فكرة اول ماركة دخلت في جدة انفتحت في ايسلند، اول لما تضبط بعدها يخرب. انا دايم طرباني يا عيني، دايم تربانة. يا رجال حرة حرة، شارع واحد، شارع واحد لب راحت. يسلم ترى يسلم. الدم غاليك يعني. موجودة أداة فري، موجودة ما طيرتها لا تخاف، وما قصصتها. يا برس الذاكرة، وانت عندك ذاكرة عشان ترجع؟ تعال تعال قصت، في احد يبي يطلع بنزل سلال. كنت بنزل اذا فهد يبي يقعد. هلا والله. لا 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 تخاف، في دايما احصنها. هلا والله، هلا بك. مرحبا يا مرحب، ايش بصوتك؟ تعبان اليوم، تعبان. نورين تعبان، روح المستشفى حبيبي. المستشفى يستقبلني؟ لا معلش، الشهر حيستقبلك. ما عليك، ركبت مع الكرتات رجلني. انا اتصل يخلوني يجونك. يجوني؟ انا خليهم يجونك من البيت، بس ارسل لوكيشن هم يجونك. من عندكم، انا قريب منكم، عليك ياخذوني انا وياك سوي صاحي. انت ايش دخلني انا؟ الحمد لله ما فيني حاجه، انت تعبان ايش دخلني انا؟ انت المجنون. انا مجنون؟ انت مجنون. انا مجنون؟ انا ما فيني، انا مجنون يا شباب. ده انا ما فيش زيي، ده انا ما فيش زيي، ما في زيي. الله اكبر. أو أنا لو جيت عندهم حجنن الشعب كله عندهم، الصاحي المجنون بقى. هي جننت العالم هني. أي ما يقولون، أنا الحين أجيهم يطيرون على طول. ما يقبلون؟ لا يقبلون. ما يقبلون.